السلام عليكم. الفتح العمري مشهد من المشاهد الخالدة في التاريخ العربي والإسلامي، بحيث أصبحت القدس تحت حكم المسلمين في زمن عمر بن الخطاب. بالمختصر، أمر عمر بن الخطاب جيشه وعلى رأسهم أبو عبيدة رضي الله عنه بالمسير إلى بيت المقدس لفتحها. وبعد حصار دام لشهور، تقدم مسؤول المدينة البطريرك تفرونيوس بنداء أعلن فيه استعداده لتسليم المدينة، واشترط أن يسلمها للخليفة عمر بن الخطاب لعلمهم بصفاته الحميدة. وقبل الفاروق عمر بن الخطاب الشرط ودخل القدس فاتح لها في 15 هجري بعد توقيع اتفاقية مع سكان القدس والمشهورة بالعهد العمرية، واللي ضربت أروع الأمثلة في التعايش وحرية الاعتقاد بين المسلمين وأهل الذمة. كان لمشهد دخول عمر بن الخطاب للقدس أثر كبير في نفوس سكان القدس المسيحيين، حيث ضرب أروع الأمثلة في احترام دور العبادة والتواضع، حيث رفض الصلاة في كنيسة القيامة احتراما لمشاعر المسيحيين، الأمر اللي أدى إلى قيام بعض المسيحيين بالسجود له، حيث رفض هذا التصرف وقال: لا تسجدوا لبشر واسجدوا لله. وكيف كان رضي الله عنه يتبادل هو وغلامه الركوب على الجمل حتى صادف أن يدخل القدس وهو يمشي.